اسمحوا لي في البداية أن أنا أتقدم بالعزاء لأسرة الراحلة النائبة المصرية وأيضا إلى البرلمان المصري على الفقيدة. اسمحوا لي كمان قبل ما أبدأ كلماتي أن أنا أتقدم بكل التقدير والاحترام على مرور 150 سنة على إقامة الحياة النيابية في مصر. السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، السيد مكودو دان روجر رئيس برلمان أمم إفريقيا، السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، السيد مارتن تشون سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، السادة رؤساء وأعضاء البرلمانات الإفريقية والعربية، الضيوف الكرام، يطيب لي أن أرحب بكم اليوم في مصر للاحتفال بمرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية المصرية، وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر لكم جميعا لحرصكم على مشاركتنا الاحتفال بهذه الذكرى الهامة. وفي البداية أود أن أتوجه بالتهنئة للشعب المصري ولقيادة وأعضاء مجلس النواب الموقر على هذه المناسبة التي تجسد عراقة الحياة النيابية في مصر، والتي شهدت إنشاء أول مجلس نيابي في العالم العربي وإفريقيا بصدور مرسوم الخديوي إسماعيل في عام 1866 بإنشاء مجلس شورى النواب. لقد ظل تاريخ الحياة النيابية في مصر عبر العقود الماضية مرآة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث مر البرلمان المصري بتحولات كبيرة منذ نشأته في منتصف القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر. فبينما بدأ مجلس شورى النواب ب76 عضوا للمداولة فقط في المنافع الداخلية والتصورات التي تراها الحكومة وعرضها على الخديوي، فإن مجلس النواب الحالي يتكون من 596 عضوا، وكفل له الدستور 2014 سلطات وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة، حيث يقوم بأربع وظائف رئيسية تتمثل في ممارسة سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وإقرار الخطة العامة للتنمية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهي أمور تجعلنا كلنا نفخر بما أنجزه الشعب المصري خلال قرن ونصف من الزمان. كما أن الحياة النيابية في مصر شأنها شأن كافة بلدان العالم، تعكس روح الحياة الحزبية فيها بصورة توضح بجلاء مدى تطور ونضج تجربتها السياسية. فعندما بدأ مجلس شورى النواب عام 1866 بتمثيل العمد والأعيان فقط، وكان تنظيمه الداخلي يتكون من 5 أقلام أي لجان، نجد الآن أن مجلس النواب يضم ممثلين عن 19 حزبا سياسيا إلى جانب أعضائه المستقلين، ويتكون تنظيمه الداخلي من 25 لجنة، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في مصر بالإضافة إلى حجم المسؤوليات الملقاة على مجلس النواب الموقر. السيدات والسادة، لقد سطرت مصر في العام الماضي مرحلة جديدة هامة في حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلا في تاريخها، سواء عدد أو من حيث تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب في مجلس النواب الحالي إلى ما يزيد عن 40%، كما يتم تمثيل المرأة ب90 نائب، فضلا عن تمثيل المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر. ويأتي ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصري.
في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعاتهم نحو ترسيخ مرحلة جديدة في الحياة السياسية المصرية. السيدات والسادة، لقد شرع مجلس النواب في ممارسة مهامه مع بداية العام الجاري في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان على المجلس مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالا زمنية لإنجازها نتيجة لظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 30 يونيو. وقد تمكن البرلمان المصري الجديد من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفي مواعيدها المحددة، فضلا عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة. وتزامنا مع احتفالنا اليوم، بدأ منذ أيام قليلة الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الموقر، ومع إدراكي بأن المهام الملقاة على عاتقه ستكون جسيمة، إلا أنني على ثقة كاملة في أن أعضاء المجلس قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التي تحافظ على أمن البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة والاستمرار في إعلاء المصالح العليا للوطن وممارسة سلطتي التشريع والرقابة بكل نزاهة وتجرد، وأن تكون قضايا التعليم والصحة والشباب والمرأة ومحدود الدخل على قمة أولوياتهم. السيدات والسادة، لا يخفى على أحد الدور الهام الذي تقوم به المجالس النيابية المنتخبة في الدفاع عن مصالح الشعوب ودعم جهود أبنائها وطموحاتهم المشروعة. وقد أثبتت تجربة مصر النيابية عبر العقود الماضية محورية الدور الذي يقوم به البرلمان خلال مسيرة الوطن. ونتطلع الآن لأن يستكمل مجلس النواب الحالي تلك المسيرة، يترجم تطلعات الشعب المصري إلى قرارات وتشريعات فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبما يلبي طموحات المصريين الذين خرجوا في ثورتين متتاليتين خلال سنوات للمطالبة بالنهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته. وإذ أعرف في ختام كلمتي عن امتداني لكافة الحضور لحرصهم على التواجد اليوم لمشاركتنا الاحتفال بمرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية المصرية، فإن هذا الجمع الكريم يعبر عن إيمان عميق بقيمة الدور الذي تقوم به المؤسسات الشعبية المنتخبة في بلادنا، كما يؤكد الحرص على دعم جهودها للمساهمة في تحقيق الأمن والرخاء للشعوب والأوطان. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.